مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حديث المساء اللي يطل عليكم يوميا، نستعرض فيه أهم مجريات إمارة الشرقة والمنطقة الشرقية إضافة إلى الضيوف والتقارير لتثري ذائقتكم، فحياكم الله معنا مشاهدينا. نبتدأ معاكم أولى فقرات برنامج حديث المساء من مدينة الشرقة للخدمات الإنسانية، ومن منطلق حرص المدينة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع تعمل المدينة جاهدة على توعية المجتمع بأنواع الإعاقة بجميع أنواعها عبر حملات إعلامية ومبادرات مجتمعية تهدف من خلالها إلى توعية المجتمع وتثقيفه بآلية التعامل معها. للحديث أكثر عن هذه الإعاقة وهي الإعاقة الذهنية، سعدني أرحب معكم عبر الهاتف بالأستاذ عبد الناصر أحمد درويش، نائب مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات وأيضا التابعة لمدينة الشرقة للخدمات الإنسانية. حياك الله معنا أستاذ، يا مرحبا وسهلا. حياك الله، السلام عليكم. كيف؟ يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على الإضاءة هذه. يا مرحبا. بداية يعني نتعرف بشكل يعني معمق عن مفهوم الإعاقة الذهنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا جزيلا على الإضاءة على هذه الحملة التي نطلقها كل سنة في مدينة في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشرقة للخدمات الإنسانية. وحقيقة إذا أردنا يعني أن نعرج على تعريف الإعاقة الذهنية، فهناك يعني تعريفات كثيرة، مرت الإعاقة الذهنية بتعريفات كثيرة، ولكن بما هو محدث يعني الإعاقة الذهنية هو عبارة عن اضطراب بيبدأ خلال فترة النمو وبيتضمن قصور في كل من الأداء الذهني والتكيفي في المجالات المفاهيمية والاجتماعية والإجرائية. طبعا هناك ثلاث معايير تتجمع في الإعاقة الذهنية. أولا بيكون في قصور في الأداء الوظيفي مثل مهارات الاستنتاج، مهارات التخطيط، مهارات حل المشكلات، وهذا بيكون قصور واضح. اثنين، في عنا قصور في الأداء التكيفي أيضا، يعني هو قصور في واحدة أو أكثر من المهارات الحياتية مثل التواصل، المشاركة الاجتماعية، العيش المستقل أيضا، وهذا أيضا يظهر القصور واضح في هذا المعيار. نعم. والمعيار الثالث طبعا أنه الإعاقة الذهنية بتكون بداية القصور الذهني والتكيفي خلال مرحلة النمو. نعم. طبعا هناك عدة فئات للإعاقة الذهنية حسب التصنيفات، حسب التصنيف الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة والشديدة جدا، وأيضا هناك الإعاقة المتعددة المرتبطة بإعاقة مع الإعاقة الذهنية، تكون إعاقة ذهنية مثلا مع إعاقة حركية، إعاقة ذهنية مع إعاقة سمعية أو بصرية، أو يعني ممكن تكون عدة إعاقات بالإضافة مرتبطة في الإعاقة الذهنية. نعم. نعم. طيب يعني هذا تعريف يعني مختصر عن الإعاقة الذهنية. نعم. طيب ما إذا تحدثنا عن هذه الحملة بشكل معمق، ما سبب إطلاقكم لمثل هذه الحملة وخاصة الإعاقة الذهنية؟ طبعا لا زالت الإعاقة الذهنية من الإعاقات يعني التي تحتاج لتوعية بشكل دائم ومستمر. وحقيقة احنا يعني التوعية في بالإعاقة الذهنية مستمر دائم يعني طوال العام، يعني لا يرتبط بحملة او مناسبة او نشاط، فلازلنا بحاجة لان نوعي المجتمع بوجود هذه الإعاقة، بازدياد هذه الإعاقة، ازدياد نسبتها. لازال هناك نقص في المعلومات لدى الناس بأسباب الإعاقة الذهنية أيضا، كيف تحصل الإعاقة الذهنية. فلذلك إحنا كمان توعيتنا بتكون وقائية للمواطنين بشكل عام، للعوام يعني اللي ما عندهم إعاقة ذهنية، حتى اللي ما عندهم حتى نوعيهم بكيف إنه تكون عملية وقائية. يعني هذه الحملة لا تقتصر فقط على يعني ذوي الإعاقة؟ لا ابدا. طبعا في عنا عده فئات مستهدفه. نعم. في هذه الحمله من ضمن المجتمع بشكل عام، الطالب اولا، المعاق، الاسر، المدارس، الجامعات، المؤسسات. يعني عده فئات، لا يعني ليس فقط ذوي الاعاقه. فلذلك احنا بنهتم من جميع النواحي، التعليميه،
إنه واحد صحية أيضا مهمة جدا بالنسبة للإعاقة الذهنية، والنواحي الأخرى الاجتماعية والدمج، كل هذه تدخل ضمن حملة التوعية. فلذلك احنا لازمنا مستمرين في الحملة. يعني هذه الحملة يمكن تكون بدأت منذ تأسيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. التوعية منذ التأسيس هي يعني ركيزة أساسية، هي التوعية بجميع الإعاقات. طبعا الإعاقات، طبعا مدينة أنتم تعلمون لديها الإعاقة السمعية، التوحد، الإعاقة الذهنية. هذه الحملة هي مختصة بالإعاقة الذهنية، تطلقها مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، وإن شاء الله تستمر لغاية الشهر القادم إن شاء الله. طيب يعني أستاذ عبد الناصر، ما هي الأهداف اللي ارتكزت عليها هذه الحملة؟ طبعا الأهداف، أول شيء يعني الأساس نشر الوعي بالإعاقة الذهنية لتوعية المجتمع المحلي، أيضا إيجاد مناصرين من المجتمع لقضية الإعاقة الذهنية. مناصرين من المجتمع؟ نعم، يعني بحيث أنه إحنا يعني أن تكون هناك مناصر من المجتمع تبني لقضية الإعاقة الذهنية، لأنه المعاقين ذهنيا لغاية الآن لم يحصلوا على حقوقهم كاملة. نحن نسعى طبعا، والدولة تسعى، والحمد لله رب العالمين، وقطعت الدولة شوطا كبيرا في صحيح. هذا المجال، يعني مقارنة حتى ببعض الدول المتقدمة، دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة كثير، يعني كثيرا على في مجال حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. أيضا تعريف المجتمع بقدرات هؤلاء الأشخاص، يعني صحيح هذا الأشخاص أصحاب إعاقة ذهنية، ولكن لديهم قدرات، لديهم حقوق في التعليم والتدريب والتأهيل. أيضا تعزيز دعم هذه الفئة من المجتمع ماديا ومعنويا، لأنه هذه الفئة أيضا أو فئة المعاقين بشكل عام تحتاج إلى دعم مادي، وبالإضافة للدعم المعنوي. نعم. أيضا توعية الطلبة، أهم شيء مجتمع الطلبة، من أجل الدمج وعملية التقبل، عملية التقبل وعملية الاعتراف بالاختلاف داخل المجتمع. فهذه الفئة الطلبة هي يعني ركيزة أيضا، يعني تبدأ من عندها، يعني إذا أردنا أن نسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة، فإن مجتمع الطلبة مهم جدا من ناحية الدمج، من ناحية التقبل، من ناحية أيضا مساعدتنا في التوعية بالإعاقة الذهنية. جميل. طيب أستاذ عبد الناصر، كما ذكرت قبل قليل أنه هناك كان في دعم المعنوي أو المادي، ما إذا تحدثنا عن تنسيقكم مع الجهات الإعلامية وكيف كان لهم الدور في دعم هذه الحملة؟ طبعا الدعم الإعلامي، يعني أول شيء يعني عندما نقول الدعم الإعلامي أنا أتذكر دائما الشارقة، يعني التلفزيون الشارقة والمؤسسة الإعلامية بالشارقة، وحضرتكم أيضا يعني معنا موجودين وشركاء رئيسيين. إحنا في عنا قسم للاتصال المؤسسي مستقل يهتم بالجانب الإعلامي، ينسق مع جميع المحطات الإعلامية، مع جميع حتى المنصات التواصل الاجتماعي، وأيضا منصاتنا إحنا الخاصة فينا، وأيضا لا ننسى أنه لدينا مجلة اسمها مجلة المنال، يعني تصدر منذ عقود الحمد لله رب العالمين. أيضا هذه من ضمن قمة التلفزيونات، أيضا الأفلام، الفيديوهات التي تصدرها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وتوزع، ويعني تذهب للمدارس للجامعات أيضا. فيعني القسم الاتصال المؤسسي قائم بدوره، والحمد لله مع جميع المؤسسات الإعلامية من قبل، يعني من قبل الحملة بفترة طويلة. جميل. طيب ما إذا تحدثنا عن التنسيق ويعني التجهيزات المسبقة كذلك أستاذ عبد الناصر لهذه الحملة، كيف كانت تجهيزاتكم للحملة وما هي يعني الخطط التي سارت عليها هذه الحملة؟ يعني أولا الحملة هي مقررة كل سنة إطلاقها، لكن التوعية مستمرة. أول شيء يعني أول خطوة بنعملها دائما نجتمع مع كإدارة وكأخصائيين، نجتمع مع الطلبة أنفسهم، مع الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية وهم المناصرون الذاتيون،
نحن نسميهم المصريين الذاتيين، هم طلاب تجاوزوا يعني 16 سنة وإعاقتهم بسيطة ولكنهم قادرون على التعبير، يتم استشارتهم في الحملة، يتم استشارتهم في الأنشطة التي ممكن تنفيذها خلال الحملة. هي أول خطوة الاجتماع، وأيضا التنسيق بين الأقسام جميعها، بين قسم الإعلامي، بين المدرسي، بين أيضا المجتمع، المدارس. هذه أول شيء التنسيق. نعم. ثاني شيء بيتم رصد يعني رصد الموازنة لهذه الحملة. هناك أيضا استقطاب للمتطوعين في هذه الحملة، طبعا هناك متطوعين، يتم تجهيز الإعلانات، يتم تجهيز البروشورات، يتم تجهيز الأفلام التوعوية كلها، المحاضرات، يتم اختيار المحاضرات المناسبة سواء للمجتمع أو المدارس أو الجامعات أو أولياء الأمور. جميل. طيب أستاذ عبد النصر، الأنشطة المتعلقة بالطلبة. نعم. طيب أستاذ عبد النصر، هل ترون أن هذه الحملة حققت بعض الأهداف المرجوة منها؟ شوف، نعم، احنا لمسنا انه فعلا خلال هذه السنوات الطويلة لمسنا انه في زيادة بالتوعية، الدمج اصبح يعني متقبل اكثر. نعم. من المجتمع، خاصة في المدارس، والان الحمد لله يعني في زيادة في عدد الطلبة المدمجين. نعم. داخل المدارس هناك طبعا زيادة في عدد الاشخاص اللي ادركوا ويعني أقروا حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، واعترفوا أن هؤلاء الأشخاص موجودين ولهم حقوق، عليهم واجبات ولديهم حقوق. الآن أصبح الاهتمام بالناحية الصحية أيضا، لأنه إحنا برضو يشتمل التوعية، يشتمل على الناحية الصحية، أصبح الناس يهتمون بالفحوصات قبل الزواج، فحوصات المستمرة أثناء الحمل، مراجعة الأطباء المختصين، حتى انه تكون وقائيين اكثر دائما. نعم. لانه هذه الاعاقه الذهنيه يعني تزداد كل سنه، تزداد نسبتها لاسباب متعدده طبعا. نعم. المجتمع ايضا يعني هذا ملموس كمان، اصبح اكثر حرصا على الاعتراف بالاختلاف، انه خلص يعني اكثر اعترافا بالاختلاف، انه الاختلاف موجود في كل النواحي. صحيح. سواء باللون أو كذا، فلماذا لا يكون هناك اختلاف حتى بالقدرات العقلية؟ جميل. هو يعني هذا الجانب. نعم. نعم، جميل هذا الجانب التثقيفي وهذه الحملات التثقيفية والتوعية. الأستاذ عبد الناصر أحمد درويش، نائب مدير مدرسة الوفاء تنمية القدرات التابعة لمدينة الخدمات الإنسانية، شكرا لكم ونتمنى لكم أكيد التوفيق. شكرا جزيلا لكم في قناة الشرقية. شكرا. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج حديث المساء. تتنوع المعالم التاريخية والأثرية في مدينة خورفكان، فهي شاهدة على بطولات وقصص تاريخية مشرفة، وأيضا نصب المقاومة أحد تلك المعالم التاريخية، ونتابع معكم التقرير التالي. عند مدخل مدينة خورفكان يقف نصب تذكاري وشاهد على تاريخ المدينة وماضيها. نصب المقاومة هو النصب الذي يقع على إحدى القمم الجبلية لهذه المدينة الخلابة، والذي يروي قصص التضحيات والبطولات لأهالي المدينة أثناء الغزو البرتغالي. أيقونة معمارية تقف شامخة في مدينة خورفكان، وتعد رمزا ملهما للبطولة والشجاعة، ومركزا للاطلاع على عراقة الماضي. يحظى نصب المقاومة بموقع استراتيجي وشكل بانورامي، ليتيح للزائر الاستمتاع برؤية واضحة للمدينة. نصب المقاومة عنوان العزة والشموخ، نصب تذكاري شاهد على بطولات خورفكان وتضحياتها، إذ يصور هذا النصب لوحة صمود أهالي خورفكان
أمام البرتغاليين. أحدث هذا النصب علامة فارقة في مدينة خورفكان، فهو رمز لبطولات سكانها وشاهد على ما مرت به، ووجوده يخلد بسالة أهالي المنطقة.